كيف بتحبوا القهوة خالي؟ لا حبيبتي لا تعذبي حالك، نحن جايين نشوف البدلة ونمشي رأسا. شو هالحكي؟ إيه والله ما بصير، أقل منا يعني. ماشي الحال، إذا هيك خليها وسط حبيبتي، يسلم لي الوش الحلو يا حق. شكرا خالي. وعرسكم قريب يا ترى؟ يعني بدك تقولي شي شهر تاني. إن شاء الله تمام على خير. شكرا خالي. يا أختي هالفترة كتير صعبة، يعني بدك تنزلي على السوق تشتري قماش وتقطعي وتضرعي وتروحي لعند الخياطات وتاخدي مواعيد وتتحملي كزبون، وهذا إذا زبط كمان المقاس ولا زبط الموديل، يعني لتقلها أول ما إلها آخر. إيه والله معك حق. لا ومن جهة تانية إذا بدك تنزلي على السوق تشتري لك قماشة بتلاقي هالسوق مطلوب صلص كله فرق موديل الشقفة، وإذا بدك تلبسي لك قطعة الواعي اللي على بدنك كله لابس منها، يعني والله شيء عجيب، يعني موديل الشقف يلي بالسوق مثل وجوه الملاحف بفرد شكل. صحيح حكيك مزبوط تمام، بقى إن شاء الله تعجبكم هالبدلة ويزبط القياس معكم. تفضلي خالة. الله يسلم هاليدين يغزي العين، ما شاء الله وكان حولك وحواليكي. تسلموا ايديكي. الله يسلمك. شكرا. دخلك بدي اسألك ولو فيها مضايقة، يعني هالبدلة هي بدلة عرسك؟ بقصد كانت بدلة عرسك؟ صحيح. لكن ليش بدك تبيعيها حبيبتي؟ يعني لا تواخذيني بالكلمة، الوحدة بتحب تحتفظ ببدلة عرسها مشان الذكرى. مزبوط بس هيك ظروف. ايه خير ان شاء الله. يعني بلا مؤاخذة جوزك موافق تبيعي البدلة؟ قصدي انه يعني بدلة العرس ما بتخص العروس بقد ما بتخص الاثنين سوا. معك حق بس هذا اذا كانوا لساتهم متجوزين، انا وجوزي اتطلقنا او بالاحرى عم نتطلق. والله انك زعلتيني، لا تواخذونا يا جماعة اذا قلبنا عليكم المواجع. لا ولا يهمك، حتى الطلاق احيانا بيكون اكبر فرحة للبنت اذا حصلت عليه، خاصة إذا كانت حياتها مع زوجها أمر من الصبر. لهالدرجة؟ يا حسرتي على هالبنت، يا حسرتي. طلع حظها أسود مثل الشحار وما شافت عنده ولا يوم واحد أبيض. ثلاثة شهور مرقوا عليها وكأنهم ثلاث سنين. ولولا أولاد الحلال اللي ساعدوها ووقفوا جنبها وهربوها بليلة ما فيها ضوء قمر، يمكن كنت خسرت بنتي على الخالص. يا لطيف تلطفينا. معقولة؟ ايه البني آدم ما بيصدق لحتى يوقع على خندق رقبته، وهي نحن وقعنا وما حدا سمع علينا. طيب وليش ما عم بيرضى يطلقها بقى؟ قال ما بيطلقها لحتى تتنازلوا عن المتقدم والمتأخر والصيغة والهدايا تبع الخطبة وملبوس بدنها. ليش انتوا ما قبضتوا المتقدم؟ لا كتبنا بالعقد المتقدم غير مقبوض، وكتير متلنا عم يعملوا هيك مو بس نحن. طيب هي ليش ما عم تتنازل له اذا كانت مقضيه المقاضي؟ يعني معلومك راحت البال ما بيعادلها مال قارون. ومين قالك ما تنازلت له؟ تنازلت له وما استفادت شيء. طيب انت ليش ما بترفعي عليه دعوه تفريق وبتخلصي؟ ليش لحتى تضلي تحت رحمته؟ ومين قالك انه ما فكرنا بهالشيء؟ بس العله انه مسجلين زواجهم بالمانيا، والطلاق لازم يصير مو بس هون كمان بالسفاره السوريه بالمانيا، مشان هيك عم يتحكم فينا وعم يطوطح برجليه يمين وشمال. فظاعة، شو هالمصيبة هي؟ لكن يا أختي كل مين بهالدنيا الله بعت له هم طامر وطمر، بس نحنا همنا ما بتحمله جبال. طيب عدم المؤاخذة يعني انتو ما شفتوا قبل ما تعطوه؟ ما سألتوا عنه؟ ما عرفتوا أصله وفصله؟ بلا سألنا، بس قد ما الواحد بحبش عن الأصل والفصل والعيلة والكيلة إلا ما ضل شي مخبى لحتى يوقع المقدور، ولك تضرب جوازات السفر ما أغلظها تضرب. يعني ما كان في مجال للتفاهم بيناتهم منوب؟ قصدي إذا عاشوا مع بعضهم ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر كافيين لحتى يقلشوا على بعضهم ويعرفوا طباع بعضهم؟ يعني ما بدك الأساس يكون سليم؟ إذا الشاب طلع سرسري وملعب وسكرجي وأمرجي وعايش على حساب النسوان، فأي رجا بدك تتأملي منه؟ إذا الشاب طلع... ماما الله يخليكي بقى ما بدنا نحكي على حدا هلا وما بدنا نكركبهم بقصصنا اللي مالهم فيها. لا معلش فضفضي منيح، نحن مالنا متضايقين منوب. وليش حتى ما نحكي؟ شو نحن عم نكذب ولا عم نألف روايات من عقلنا؟ إيه والله اللي صار معك ما بتصدق ولا بالأفلام. ولو كان أنا ما بدي أحكي على حدا، خلص يصطفل منه لربه. اسمعي على هالحكي، اسمعي كل ما بدي فش قلبي بتزعل وبتتضايق. يا ماما مو قصة ازعل ولا اتضايق، كل القصة وما فيها أنه ما صار في بيناتنا تفاهم، هذا كل شيء، فما في داعي أني أكشف عيوبه ولا أحكي عليه.
أنا ما بدي غير الله يخلصني منه لحتى آخذ حريتي وارتاح بقى. لا والألعن من هيك، قال جاي على البلد بعد فترة، قال شو خطب وعرسه قريب، مشان هيك الأخ مستعجل على المصاري. لك باليوم القصير بدي لنا 4-5 تليفونات مشان يسأل على 300,000 ليرة. لا وعم يتصل على حساب المستشفى، أصلا بيت ما عنده هنيك وساكن بسكن مشترك مع الممرضين بالمستشفى. بقى لنا لحالنا نحن إذا انباعت هالبدلة بركي منحط حقها فوق المصاري اللي معنا ومنعطيها هون ومنسد له حلقه ومنخلص من همه. وشو هدول 300,000 ليرة؟ هدول مصاريف العرس والعزايم تبع الخطبة وإجرة تكت الطيارة اللي دفع لها إياها وقت سافرت لعنده على ألمانيا. وهلأ هو وينه؟ قاعد بألمانيا وعم يشحد من فلان ويتدين من علتان، وعلى قولة أنا دكتور وأنا دكتور، وهو بعيد عن الدكتورة سفر سنة، أصلا شهادة طب بإيده ما في، شارية شري بالمصاري. لك روح الله يصطفل فيك يا هشام بخطية هالبنت اللي تاركها لا معلقة ولا مطلقة. اسمه هشام؟ إيه نعم. هو دكتور بألمانيا؟ نعم ستي ولا تقرفي. وشو اسم أبوه يا ترى؟ من بيت مين يعني؟ أبوه اسمه تحسين عرموط وأمه من بيت البلليعي. يلا عن إذنكم أنا رايحة أجيب البدلة. إيه ماما روحي جيبيها روحي. الله وكيلكم، وقت لبستها نادي يوم عرسها تقولي حورية وطالعة من باب الجنة. لك روح روح الله يصطفل فيك يا هشام يا ابن مسرة. يمكن هو. مين؟ هشام من ألمانيا. ما قلت لك إنه عم يدقدق تليفونات مشان يستعجلنا على المصاري؟ ماما احكي معه أنت الله يخليكي، أنا ما بدي احكي معه هز بدني. إن شاء الله بحاكي الحكيم وما بيعرف لعلته دواء. إيه ما فشت عينه أني احكي معه؟ إذا بدكن أنا بحاكي. أنت؟ إيه أنا. لكان قليل انه ما في حدا بالبيت. الو 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 مين؟ هنادي؟ نعم انا هنادي. شو بدك؟ شو بدي يعني؟ بدي مصاري. وانا قلت لك انه رح ادفع لك. على راسي، بس امتى؟ خطيبتي عم تستناني ولازم لي مصاريف. شو؟ مين خطيبتك؟ خطيبتي كسرت راسك. لمعلوماتك خطيبتك ما عادت خطيبتك. والله؟ شو عم تتحديني يعني ولا عم تهدديني؟ لك انا هشام حلك تعرفيني. وانا خطيبتك يا دكتور، شو ما عرفتني؟ رندا؟ ليش انا لمين دقيق؟ ما المهم لمين دقيق، المهم الله ورجاني بعيني وسمعني باذني بدون ما حدا يقول لي. الو لحظه. لا لا اسمحي لي يا ام هنادي، بوس ايدك وشوقفها لانكم فشيتولنا قلبكم وحكيتولنا وجعكم. بفشت هالقلب هي خليتونا نحن كمان نفسخ الخطبه. خطبه مين؟ انا ما عم بفهم شيء. هلا صار ضروري نعرفكم بحالنا. بنتي رندا اللي جايه تشتري بدله العرس بتكون خطيبه دكتور المانيا هشام تحسين عرموط.